ويشكل هذا المرسوم ترسيخا قانونيا للتدابير التي اتخذتها اللجنة الوزارية، وقد عمد إلى توسيع قائمة المنتجات والخدمات الخاصة الخاضعة لتحديد الأسعار بموجب المرسوم المعدل، حيث أضيفت إلى القائمة السابقة منتجات جديدة وأساسية هي الخبز والزيت، زيت الطهي والسكر والأرز والقمح والحليب. وسيصبح للوزارة بمقتضى هذا المرسوم صلاحية تنظيم أسعار المواد الغذائية بمقررات يتم إصدارها بحسب ما يمليه الوضع، مع احترام الإجراءات المنصوص عليها. وستتمكن بلادنا بذلك إن شاء الله من إخراج المواد الغذائية الأساسية من دائرة تقلبات الأسعار والمضاربات.